عند اللي صار الضرب والقصف صواريخ، ما لقيت حدا يطلعني من بيتي. مرتي شالتني الشيل، نزلتني من البيت على الشارع. نمت ليلة بالشارع، ما في مكان أروح أنام فيه. حتى أجا واحد فلسطيني، ما هو من الجيش الحر ولا هم كذا، فلسطيني أجا هو الله يجزيه الخير، شالني 7 كيلومتر، ضل شايلني حتى قطعنا وجينا على الأردن. بالأردن قعدت بالزعتري 4 أيام، الوضع بالزعتري سيء كتير، يعني 4 أيام أكل ما أكلت لأني ما بحسن أفوت حمام. 4 أيام أكل ولا لقمة ماني أكل عشان ما بحسن أفوت حمام. وبعد طلعت من الزعتري بكفالة في شخص الله يا رب يبارك فيك كفلني طالعني. وبعد دائرة الهجرة طلبتني لأوراق اتأهلت لأمريكا. إله كرامي، أنا عشت في سوريا 31 سنة بحياتي مالي قيمة، ما حدا ما اعترف علي بالنسبة لوضعي الصحي، ما هو معترف علي بسوريا.